إجهاد من السيدة كتخسر أو كتفقد الحمل ديالها في المرحلة الأولى ديال الحمالة، ستدير الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والأسبوع الأول من الخامس. سميتو هذا المشكل اللي قدر يوقع عند بعض السيدات اللي حاملات بسبب مشاكل صبغية. أنا غادي نشرح لك يعني كروموزومات لا جينيتيك، من البيبي كيبدأ يكبر بعض الأحيان بالصدفة كيوقعوا بعض الأخطاء في النمو، سكيفي كينتج على ذلك أنه البيبي ما كيكبرش بصفة طبيعية والحمل كيتوقف. كاين بعض الحالات أخرين كيكون المرأة عندها مرض السكري ولا مشكل على مستوى الغدة الدرقية لا تيغويد، ولا بعض المشكل خلقية كاين اللي عندها في الرحم ديالها عندها واحد الجدار اللي كيعيق النمو ديال الجنين وبالتالي كيوقع إجهاد. قبل ما نوصلوا لهذه المرحلة كنقول للسيدات الحمد لله راه العلاج موجود بالنسبة للحالات ديال المرض السكري، بالنسبة للمشكل ديال خلقي على مستوى الرحم كنعالجوه بالمنظار الرحمي كنحيدو إذا كان شي مشكل خلقي كيتعالج، وبالنسبة إذا كان مشكل من عنق الرحم نقدر نخيطو العنق الرحم. بغيت نقول للسيدات خصهم يعرفوا الأعراض ديال الإجهاض، لأن في بعض الحالات كيكون غير إنذار، كتجي السيدة بعض الآلام ودايزة بالدم وهي راه مع عندها الحمالة مازال مستمرة. في هذه الحالات كنعطيوها مثبتات ديال الحمل والحمالة كتكمل. في حالة إذا كان الحمالة موقفة كنديروا ليكوغرافي كيبان بأن ما كاينش داك النبض ديال الجنين ولا داك الغشاء ما كيكبرش ولا الغشاء كيكون بعض المرات خاوي ما فيهش الجنين. في هذه الحالات كنعالجوها، كاين طرق وسائل العلاج. ملي كتوقف الحمل موقف ميت ديك الساعة خاصو احنا اما كنديرو تفريغ الرحم بالشفط اليدوي اللي كنعيطو لها لاسبيراسيون ولا ما يعرف بالكيختاج، كنديرو باش هذاك البيبي ميت الا بقى يدير مشاكل يبقى غيتمزق غادي يدير بعض المشاكل تقدر المرة دوز من النزيف. دونك حنا كنمشيو جراحيا كنديرو لاسبيراسيون وكنفرغوا الرحم. الحاله اللي كنقدروا نديروا فيها الكيوختاج هي الا كان الحماله كبيره، وصل الغشاء ديال الجنين فايت 4 سنتيم والجنين فايت 2 ديال السنتيم، ولا الا شكينا في داك الحمل العنقودي. الحمل العنقودي كيكون داك المشيمه تحولت الاكياس وكيكون الحمل غير سالم. في هذه الحاله ما كيتمش خاصنا نديروا لاسبيراسيون. كاين بعض السيدات اللي كتكون عندهم رغبه في الحمل وكيلقاو راسهم حاملات، هاد السيدات بعض المرات كيلتجؤوا لطرق عشوائيه سواء العشوب سواء كيديروا بعض المواد في المهبل سواء كاين اللي كتنقز من السقف باش تطيح، كاين كتعرض حياتها للخطر وعندها مضاعفات خطيره. كاين بعض المرات اللي كتلتجئ للحرفيين اللي بعض الناس اللي ماشي مهنيين ماشي بالحرفه وكيقترحوا لها بعض هذا، كاين اللي كتاخذ مواد سامه. دونك السيده تردوا البال لان هذه الطرق العشوائيه يقدروا يكونوا عندهم مضاعفات كالنزيف كالتعفن، تقدر كاع السيده تصاب بالعقم وتقدر السيده الله يستر تفقد الرحم ديالها، لان بعض المرات كيبداو يخشيو واحد كاين بعض الحالات كيحاولوا باش يديروا الإجهاض كياخذوا داك العظم ديال الدجاجه وكيبغيو يخشيو في الرحم ديالها فكيوقع ثقب على مستوى الرحم ونزيف حاد. في هذه الحالات بعض المرات تقدر نديروا استئصال للرحم. بالنسبة للسيدات اللي كيديروا لي كيختاج وكيعاودوا يديروا لي كيختاج كيوقع لهم في الوالدة ديالهم واحد الالتصاقات، هذاك الجوف ديال الرحم كيتلصق، هذيك البطانة كتلصق والمرأة كتمشي منها لغير بصفة نهائية، هذاك كتأثر بطانة الرحم، فالبيبي واخا كيكون حمل ملي كيجي ينبت
ما كيلقاش داك العش ملائم فين يبدل البيبي. إذن أحسن حاجة هو السيدات ما يديروش الكيختاج في حائل لا إذا كان الحمل موقف، لأن الأضرار أكثر من الفوائد.